رح أروح للحدث الأهم في دمشق وهو افتتاح معرض الزهور بحديقة تشرين اللي كان انهار الأربعاء. هذا المعرض نظمته وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق وهو بدورته الـ44 وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس. أكيد رشا، وتستمر فعاليات المعرض لغاية 14 تموز المقبل، وأكيد بيتضمن فعاليات عديدة ترفيهية وثقافية وفنية كعروض إنارة وسينما الهواء الطلق وحفلات فنية وترفيهية وأنشطة تفاعلية للأطفال. حين تعرف أكثر كيف عم تكون الأجواء هناك، بسعدنا أنه تكون ضيفتنا لليوم مديرة التسويق والإعلام السياحي بوزارة السياحة الأستاذة ربا ساسيلة. أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا فيك، صباحك وصباح المشاهدين جميعنا ووطننا الغالب. أهلا وسهلا فيك أستاذ ربا وصباح الخير. كل حدا زار المعرض خلال اليومين الماضيين يعني لاحظ أنه اليوم في جهد جدا جميل وفي الستاندات حلو، كل شيء حلو ضمن المعرض. هذا دليل أنه كان في تحضير وجهود كتير كبيرة من وزارة السياحة ومحافظة دمشق. خلينا نروح للتحضيرات. تحضيرات الوزارة بدأت مع بداية العام تقريبا مع الشهر الأول، تحضيرات متسلسلة، أعمال إدارية. كان بالبداية تقييم نقاط القوة والضعف اللي واجهتنا بالعام الماضي بالتجربة الماضية ومعالجة كافة ما مرينا به من عوائق أو مشاكل. بعدين كان في مرحلة تحضير دفاتر الشروط للإعلان عن التجهيزات، كانت في أعمال ميدانية لتجهيز الحديقة من أعمال التنظيف والإنارة والزراعة والصيانة والتأهيل لكافة مرافق الحديقة وكافة الخدمات التي تتطلبها تنفيذها المعرض، بالإضافة إلى الهوية البصرية والمواد الترويجية التي تعكس صورة المعرض بأحلى حلة له. كافة الأعمال، المراسلات أيضا مع الجهات المعنية، وزارة الزراعة، اتحاد غرف الزراعة، كافة الشركاء في داخل القطر وخارج القطر لتوسيع دائرة المشاركة والاهتمام. تمام أستاذ ربا، لما نقول معرض الزهور الدولي نحن ما بس عم نحكي عن زهور ونباتات، لا نحن عم نحكي عن ثقافة سورية بأكملها. اليوم ضمن المعرض أكيد في أجنحة عديدة ومشاركات إن كانت محلية أو حتى عربية. خلينا نوضح اليوم عدد الأجنحة المشاركة وشو هي الاختصاصات الموجودة. هو معرض زهور أصبحت مناسبة محلية ودولية ينتظرها المشاركين والمهتمين من عام لعام، وطبعا عم نلاحظ بكل عام تزايد كبير بعدد المشاركين بمختلف أنواعهم. لدينا في المعرض هذا العام 237 جناح من المشاتل الزراعية، النباتات المختلفة، نباتات الزينة، المزهرات، الصالونيات، الصباريات، أيضا منتجي المواد الخاصة بتنسيق الزهور، مربي النحل ومنتجات العسل والنباتات الطبية والعطرية. هناك لدينا اهتمام كبير من ناحية الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والتقليدية، الصناعات البسيطة. المشاركات كبيرة تصل إلى 60 مشارك. أيضا كان التركيز على التراث اللامادي من خلال إشراك الحرفيين وخاصة الحرفيين من حاضن الدمر التراثية لعرض منتجاتهم وأعمالهم وصناعاتهم والعمل بها أمام المهتمين. هناك أيضا مشاركات لأنشطة ترفيهية، أنشطة تفاعلية مع الأطفال، عروض مسرحية فنية موجهة للأطفال وكافة أنواع التسلية التي يمكن أن تغذي هذه الزيارة وتجعلها أكثر متعة وفائدة للزائر. يعطيكم ألف عافية ست ربا لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها. مثل ما أن اليوم أي حدا بزور المعرض بحس أنه اليوم في جهد جدا جبار، اليوم أيضا كان في مشاركات وموجودة مشاركات خارجية لعدة دول، واليوم هي الأهمية جدا مهمة، تبادل ثقافات، تبادل خبرات. خلينا نحكي عن هاي المشاركات الخارجية. في مشاركات مهمة، السنة شارك معنا 4 دول، العراق ولبنان ومصر وسلطنة عمان. كان في مراسلات للجهات المختصة في هذه الدول الشقيقة
الحقيقة، وفعلا كان في تجاوب كبير، يعني حتى اللحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة من افتتاح المعرض كان هناك طلبات، وصلت عدد المشاركات من جمهورية العراق الشقيق إلى 19 مشاركة بمنتجات جميلة وتعكس الثقافة النباتية وتعكس الغطاء النباتي الموجود في العراق. أيضا من جمهورية لبنان لدينا 5 مشاركات، أيضا منلاحظ تميز كل جناح بالمنتجات أو الزراعات اللي هي تتميز بها كل دولة، من مصر ومن سلطنة عمان هناك مشاركتين لكل منهما. وفعلا دائما منلاحظ في تبادل خبرات، في علاقة وثيقة عم تزداد وعم تتزايد دائما، وعم بيظهر هالشي باهتمام كبير من قبل المهتمين والنظراء المهتمين بالقطاع الزراعي في الدول العربية الشقيقة. اليوم ضمن المعرض في أعمال يدوية، في مشاريع يدوية موجودة بشكل كتير كبير، وكلنا بنعرف إنه هي الأعمال أو هي الأفكار والمشاريع هي دائما بحاجة لدعم واهتمام وتسليط ضوء عليها. خلينا نوضح هي النقطة، أهمية دعم هي المشاريع ضمن المعرض. وزارة السياحة دائما بكل معرض، بمعرض الزهور تحديدا وبكل المعارض والأنشطة في كافة المحافظات، تهتم بالتركيز على هذا الجانب. دائما عم بيكون في قطاع وقسم خاص بالمنتجات، بدعم الأسرة المنتجة، دعم المرأة العاملة، دعم الجمعيات الأهلية التي تدمج عناصرها في المجتمع ليكونوا ناس فاعلين وأعضاء فاعلين في المجتمع ومنتجين. أيضا لدينا هذا العام تقريبا 60 مشاركة من الصناعات اليدوية التقليدية بمختلف الأشكال، الإكسسوارات، المواد التجميل، الزيوت العطرية، العطور، منتجات العسل ومنتجات النباتات العطرية التي تهم المواطن، يعني بتلاقي في إقبال كبير على هذه الصناعات. طبعا دائما هناك تركيز أيضا على موضوع الذي يهم سوريا بشكل عام وهو التراث اللامادي، فدائما بكل عام وبمعرض الزهور تحديدا بنركز على منتج الوردة الشامية التي سجلت على قائمة التراث العالمي. الوردة الشامية لدينا كثير من المشاركين لعرض منتجات الوردة، من تصنيعها إلى التقطير إلى استخراج الزيوت إلى تركيب العطور إلى ماء الورد، صابون الورد، كافة المنتجات، وفعلا عم تلاقي إقبال جميل جدا يعني واهتمام كبير يعني. طيب اليوم ستروبا وقت نحن بننظر لهذا المشروع الجميل اللي كان بحديقة تشرين أو غيرها من المهرجانات والمعارض، اليوم عم نحكي عن واقع اقتصادي، عن تنشيط لدور السياحة في سوريا، خلينا نحكي اليوم عن تأثير هيك خطوة على واقع السياحة عنا. الواقع السياحي والاهتمام فيه يتجلى بشقين، باهتمام خارجي اللي هو متمثل بأعمال، أنشطة، معارض، مشاركات خارجية هدفها زيادة القدوم السياحي، والشق الأكبر الذي تهتم به الوزارة والقطاع السياحي هو الحركة السياحية الداخلية، مشاريع السياحة الداخلية، تنشيط السياحة، سواء طبعا كمشاريع عم تفتحها الوزارة عم بتساهم بتأهيلها وتكبيرها وصيانتها وتأمين مستلزمات السياحة الداخلية للمواطن في مناطق محددة، في الساحل، في الأرياف، في الأرياف الجميلة، في أماكن الطبيعة، بالإضافة إلى القسم الذي يعنى بتنشيط الحركة الداخلية في كل محافظة. معرض الزهور هو مثال كبير جدا ومهم جدا على تنشيط الحركة السياحية الداخلية في مدينة دمشق، طبعا يقصدها زوار من كافة المحافظات وخاصة المحافظات القريبة لمدى أهميته و يعني الاهتمام به. منلاحظ طبعا هو الانعكاس الإيجابي والاقتصادي بيكون بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، دائما في عجلة اقتصادية عم بتدور وإن كانت بسيطة، وإن كانت تشغيل الأيدي العاملة، تشغيل المحلات، المطاعم، الصناعات البسيطة، عم بيكون في حركة تجارية مستمرة، وفعلا عم نلاحظ في إقبال كبير، بالإضافة طبعا إلى الكثير من المهرجانات والمعارض المحلية في كافة المحافظات، مو بس بدمشق، أكيد بكل المحافظات، في دائما خاصة خلال موسم السياحة الصيفي الموسم الحالي هناك حركة كبيرة لمهرجانات فنية وثقافية وترفيهية واقتصادية،
كلها بتسبب زيادة بالنشاط السياحي والحركة السياحية. أستاذة ربا، معرض الزهور اليوم هو بدورته 44، خبرينا أكثر اليوم شو اللي بيميزه أو شو الجديد فيه عن الدورات السابقة؟ دائما يمكن في تجديد، في استمرارية إن كان بعدد المشاركين أو الأعمال الموجودة ضمن المعرض، شو الشيء اللي بيميزه اليوم؟ طبعا هناك زيادة طبعا كعدد كأرقام بالنسبة لنا كمشاركين، سواء بالمشاركات الخارجية هناك تزايد، بالمشاركات المحلية بالاهتمام الكبير والتركيز أيضا بتوسيع قاعدة الأنشطة. بهالسنة دائما نحن عم نطور موضوع الأنشطة التفاعلية مع الأطفال، عم نعمله خلال المعرض هلأ خلال أيام محددة أنشطة تفاعلية لتركيب منتجات خاصة بالوردة، ماكيت خاص بالوردة الشامية، منه للتعريف والتوعية بالمنتج الوردة المنتج الثقافي، ولزيادة تفاعل الأطفال. أيضا هناك مجموعة كبيرة من الموسيقيين اللي بيعملوا جو بالحديقة، الرسامين بمختلف أنواعهم، الخط البورتريه، الرسم التشكيلي، الرسم الفني، الصلصال، وهدول عم بيكون في تفاعل مع الجمهور مع الزائر، بنخلي الأطفال عم يشتغلوا بإيدهم، أحياناً عم بيعيشوا تجربة متعة التجربة إنه هن عم بيمسكوا مادة فنية بإيدهم أو عم بيرسموا أو عم بيخططوا لهم اسمهم أو من هالقبيل. هناك عروض للإنارة متميزة مساء، عروض خاصة في جناح وزارة السياحة، أشكال تزيينية جميلة عم بتساهم بحركة وبمتعة للناس من مجال التصوير، من مجال الاهتمام. ويعني معرض الزهور هو فسحة للعائلة وللأطفال، وخاصة في كل يوم برنامج موجه للأطفال، مسرحيات وعروض سينما في الهواء الطلق، عم بيكون فيها استقطاب كبير ويعني متعة كبيرة للزائر. اليوم نحن عدي بحاجة لهي الفسحة، يعني ترفيهية ثقافية صحيح. واليوم مثل ما قلنا تبادل ثقافات مهارات، يعني شيء جديد حلو. نحن بحاجة اليوم لنرجع ونجدد يعني بعد هالسنوات اللي مرقت فيها سوريا. وقت نقول وزارة السياحة ما فينا ما نذكر مديرية الترويج يلي من مهامها أيضا أنه تحكي عن المناطق السياحية، تروج للمناطق السياحية بسوريا كرمال يكون في انعكاس للواقع السياحي بشكل إيجابي. نحكي عن المديرية، كيف اليوم عم تروجوا للمناطق السياحية والأثرية؟ هلأ من عمل الوزارة كلها ومديرية التسويق والإعلام السياحي هو الترويج للمواقع السياحية. دائما هناك تجديد واستمرارية وعمل مستمر بموضوع البروميات الترويجية، الهوية البصرية، الوسائل الدعائية المختلفة اللي بتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. أصبح لدينا تطبيق 963 بيروج للمناطق السياحية في كافة المحافظات من خلال جولات افتراضية. من الشخص اللي بيستخدم هالتطبيق ممكن هو وقاعد خلف الجوال عم بيزور موقع سياحي وعم بيتجول فيه وعم بيشوف معالمه وعم بيستكشف جمالية الطبيعة أو الموقع الأثري. أيضا صور 360 درجة. دائما هناك ترويج في كافة وسائل الإعلام. طبعا الفريق الإعلامي دائما شركائنا بالترويج للمواقع السياحية، بالإضافة إلى تعزيز هالشي بالأنشطة والفعاليات الداخلية والمعارض والمشاركات الخارجية اللي كلها بمجملة عم تساهم في ترويج سياحي جميل لكل المقومات السياحية في سوريا. يعني اليوم كنا باليوم الثالث هو للمعارض، خبرينا لأيمت هو رح يستمر؟ رح يستمر ل 14 تموز 14 شهر القادم. ولأي ساعة بيستقبل زواره كرمال كل حدا عم يشوفنا يستفيد اليوم؟ بيفتح أبوابه من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 11 ليلا. طبعا هي دعوة لكل الأخوة المشاهدين المهتمين للزيارة، حتكون تجربة حلوة ومفيدة وممتعة، وأكيد حتترك انطباع إيجابي لدى الأسرة والعائلة والأطفال. أكيد نحن نزوركم أكيد يعني. إن شاء الله شكراً أستاذة ربا لحضورك اليوم. أهلا وسهلا. شكراً لكل الجهود، شكراً لكم لكل شيء، لكل هاللوحة الجميلة اللي صنعتوها. شكراً لكم وشكراً لاهتمامكم، وكل سنة وأنتم سالمين. شكراً لك وبالتوفيق والنجاح لكل المشاركين اليوم ضمن المعرض. أهلا وسهلا فيك أستاذة ربا.